أما بقى في مدينة الموصل العراقية هنلاقي مكان أو حي مشهور بصناعة الفخار والأفران التقليدية. الحي اسمه حي الكوازين. الحي أهل الحي بيشتغلوا فيه في صناعة الأفران من مئات السنين يا مصطفى. صحيح، أفران الفخار دي بيسموها هناك التنور، ولسه في كتير من أهالي العراق بيستخدموها في طبخ الأكلات الشعبية. يقضي الحرفيون في حي الكوازين في الموصل ساعات في صنع عجينة طينية خاصة تستخدم في صنع الأفران، وهي حرفة يقولون إنها تعود إلى آلاف السنين. تستخدم أفران الفخار المعروفة باسم التنور في صنع الخبز التقليدي، ولا يزال الكثيرون في العراق يستخدمونها لطهي المأكولات الشعبية مثل اللحوم والأسماك. والله شلايتنا أبن عن جد، صارنا تقريباً آلاف السنين، أجداد أجدادنا كانوا يشتغلون شغبات تنيني، يشتغلون أمامي كانوا يعملون شغبات إيه. والله يرحم أبوي هم علمنا على الشغلاي واشتغلناها. والله هي المهنة إن شاء الله ما تنقطعية، بس كثرة الغاز والأفران والعالم ما قامت تخبز للتنوخ، أشنو الدخان وما أعرف أشني وهذه هاي السوالف. وفي مخبز محلي يتم صنع خبز التندور الشعبي في فرن الطين، ويقول العاملون إن الطلب على هذا النوع من الخبز مرتفع دائماً لأن تنور الطين أحلى وأجمل أنواع الخبز.